مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي كيتعلق بأصغر أم في المغرب اللي هي سناء 12 سنة، مؤخرا كون وضعت فيديو اللي كان على شكل يعني روبورتاج تناولت فيه جمعية إنصاف اللي صراحة جمعية تستحق الشكر والتنويه العطاء ديالها بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع عدد هائل تقريبا من النساء ورجال يسألونني عن الإطار القانوني في نص الملف ديال سناء، وهذا هو دور الأستاذة زين بخيار محامية بهيئة الدار البيضاء اللي هي تتنوب على سناء. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف مع الأستاذة آخر مستجدات في الموضوع وكذلك المسألة اللي كتعلق بالقضيين في نوصلات. أستاذة، تبعتي معنا الروبورتاج على جمعية إنصاف، عجبك الحال، قلتي لي الحمد لله في أيادي أمينة، وأنت مشيتي للرباط وتبعتي المسطرة وعندك مستجدات جديدة في القصة ديالها، تفضلي معايا. أولا كنشكرك أستاذ يوسف لأنكم أنتم الأولين سباقين منذ البداية في هذا، وقفتونا في هذا الملف منذ البداية، وكنشكركم على أنكم بقيتم مستمرين في هذا العمل، لأن السلطة الرابعة راهي الصحافة. بما أن الصحافة ولات كتدير الدور ديالها اللي كديروا في العالم كله، الصحافة وليتو كتضاهي، وكنشكركم هاد الشباب ديال الصحافة. الصحافة اللي كانت روتينية كتابية، فعلا كانت الصحافة كتكون معنا في الجلسة، كتدخل الجلسة الصحافة كتابية في جميع الملفات من اللي بديت أنا المهنة، كانت الصحافة. ولكن بما بانت الصحافة الإلكترونية كنا كنتمناو كيف جميع دول العالم بما فيها مصر و اوروبا كامله، الصحافه راه كتدخل حتى الجلسه. راه حنا كنطالبوا من هذا المنبر باش المهنه ديال الصحافه تولي تواكب الملف في الجلسه. كيف ما انتم كتعرفوا هذه المساله في جميع دول العالم تقريبا. حنا كنشكركم انكم كتاديوا هذه الرساله وكتاديوا الرساله ديالنا للراي العام على الصعيد المغربي وعلى الصعيد العالمي. الحمد لله استاذ يوسف، كنشكروا بفضلكم هذيك الجمعيه الانصاف اللي شفناها المصداقيه ديالها، بانت لنا بان جمعيه محترمه، بان جمعيه تؤدي الواجب ديالها على احسن ما يرام، بان جمعيه عندها كتواكب ديك وقفه ديك الطفله الام سناء بجميع المراحل ديالها. باين بديك الجمعيه اللي كيتكونوا اللي كيجيو تبرنوا عندها من برا، لانني شفتكم في الروبورتاج شي متدربات جاو كيديروا تدريب هنا في المغرب، يعني ان هذيك الجمعيه عندها مصداقيه على صعيد العالم كله. يمكن لان بانت ليا عندهم تيخدموا المصلحه العامه، بما انهم كيصلحوا المصلحه العامه راه ضروري هما تيتابعوا المراحل سيكولوجيا وبيداغوجي، لانهم عندهم جميع المكونات والمؤهلات باش يكونوا جمعيه. انا كنشكرهم بزاف هذا المنبر، وخاصه وانهم فرحوا بديك الام العازبه سناء، هي وولدها وداوها هي والجده ديالها وفرحوها وداروا لها حفل مناسبة انهم ختنوا لها الطفل ديالها، رغم ان ذاك الطفل كانت عنده شي سق، وداروا طبيعه الحال راه واكب، وداروا اطباء مختصين في هذا المجال باش وصلوا، يعني انهم راه ماشي حاجه جو فتختنوا هكاك. الحمد لله داك الختان داز بخير، وداروا له واحد الحفله اللي حنا تنشكروا وباقي تنشكروا هاد جمعيه انصاف على المصداقيه ديالها وعلى اداء واجبها باسم المغاربه كاملين. كنقدموا لهاد الجمعيه تهاني وكنشكروها من هذا المنبر لان ادت الواجب ديالها، وراه انتم تنتوما راه ما نكروش الخير ديالكم، لان منذ الاول انتم كتمارسوا راه ماشي غير هكاك، ما كتخلصوا، ما لا كديروا الخير، عرفتي شنو الخير. كنشكرك بزاف استاذ يوسف من هذا المنبر، لانني اول صحفي كنشوفه كنثيق فيه بزاف، لانه مسكين تيخدم في سبيل الله باش يؤدي واحد الرساله اللي هي قلبه في حنانه. كنشوف كيفاش كتألم قلبك من الداخل، كيفاش كتبكي، يعني ان انت انسان انساني يا ولدي، والله الله يوفقك في المجال ديالك. اما بالنسبه اليوم حنا كنا في مدينه الرباط، شفنا السيد قاضي التحقيق مشكورا، وحنا من هذا
المنبر كنشوف تنشكر اولا الدرك الملكي لان ادى الدور ديالو على احسن ما يرام، والدليل على ذلك انه هو اللي جاب دوك الجوج، هو اللي قال بان راه الاغتصاب وافتضاد بكره والناتج عنه حمل من طرف 3 اشخاص وليس من طرف واحد، وهما اللي جابوا ديك البنت اللي كتقول اللي كانت كتصدرجها تصدرجهم ليها لدرجة مش كيقوموا بهذه العملية أمام من دارها. والحمد لله راه السيد قاضي التحقيق استدعاها واستمع ليها في هذا المنبر، غنشوفوا وكي يدار السيد قاضي التحقيق مشكورا بأنه صفت بإجراء خبرة جينية على ذاك الطفل، وغادي يحتاجوا ديك الساعة غيمشيو يديروا في داخل السجن لذوك المتهمين 3 غيديروا لهم خبره جينيه على ولد من هذاك، اش ولد الاول ولا ولد الثاني ولا ولد الثالث، لانهما كلهم متورطين في الاغتصاب وارتداد بكاره الناتج عنها حمل. ولكن خاصنا نشوفوا بيولوجيا شكون الاب ديال ذاك الولد، رغم ان الاب ديال ذاك الولد غير باش يتسمى بيولوجيا، لا يعني هذا بانه غادي ينسبوه ليه ولا ما غاديش ينسبوه ليه، لان على حسب، لان ماشي بالضروره، واخا لانه ذاك الولد لان من ناحيه القانون يسمحوا لي هذا المصطلح، لان ذيك الطفله اللي نتج على حمل هذاك راه ماشي ابنه الناتج عن زواج، هذاك عن افتضاد بكره يعني انه ابنه زينه، وابنه زينه راه ماشي الا كان ابنه زينه راه ما كيتنسبش الا لو اقر الوالد ديالو، واخا يتعتقل واخا يعرف ان الولد ولده راه ماشي بالضروره راه غادي تنسب الا لبغى هذاك اللي هو بيولوجي ديالو الاب البيولوجي ديالو لا بغى ينسبو، لا بغى ينسبو ينسبو، لا ما بغاش ينسبو ما ينسبوش. وزيادة على ذلك بان ابن الفراش اللي هو ابن الزينة راه ما تيورثش، راه ما تيورثش، لان سميتو الرسول صلى الله عليه وسلم، لان سميتو ابن الزينة عاقب ذاك مثلا شي واحد زاني وزانية تيجلدوهم، وذاك الطفل اللي كيتزاد كيديهم لبيت الدولة ديك الساعة ما كيترباوش، لان مجموعة من المغاربة كيقولوا لك بان احنا غنتكفلوا واحد الطفل غنتبناوه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بان انا وكفيل اليتيم كهاتين. لا ابن الزينة ما كانش كيتكفلوش به، لأن من الناحية الشرعية، لأنه يقولك ابنه أنا وكفيل اليتيم كهاتين، اليتيم هو اللي عنده الأب ديالو والأم ديالو، وإما متوفي وإما ما عندهمش فلوس وفقراء وجات لنا شي واحد، ولكن كيكون عنده النسب ديالو صحيح بناء على زواج صحيح. هادي اللي ما كيعرفوش بزاف الناس، كيقول لك لا كفيل اليتيم كهاتين، كفيل اليتيم راه ماشي هو ابن الزينه. هنا استاذه باش الراي العام يستوعب معنا، دابا في حاله الى ثبت الاب ديال هذا الولد الام بناء على التقرير النهائي اللي غيثبت هذا هو باه عند الحق انه توضع هذيك الكنيه للابن. لا ما عندهاش حق، لا اقر بذلك، ما غيقولوا لي انت ابنك هذا بيولوجي، إلا بغى هو يقر به يقول بأن هذا ولدي يحط في حال مدنية، هو غير ملزم، واخا يكون يديروا لادين اللي داروه، واخا يكون ولده ابن الزينة راه المحكمة ما كتحكمش، لدرجة أنني كانت عندي ملفات عديدة في هذا، كان عندي ملفات ديال الاغتصاب، مثلا الاغتصاب كقاصرة وكان ناتج عنه حمل، واعترف كتب كتابة الالتزام ذاك اللي كان اغتصبها، كتب الالتزام بأن هذا الحمل ديالو، ولكن ملي هو كتب ديالو ومع ذلك خد 4 سنين في الحبس نافذة، لأنه ما خاصكش تعترف به حتى يتولد. اما عندك اما في الحمل فتره الحمل ما عندكش الحق تقول هذا ولدي، تقول بانني تنعترف بهذا الدري هو بقى تيحمى به، لان خاصو ما حتى كيتزاد واحد حتى كيغوت يتزاد حي عاد يمكن لك تقرب به. يعني الى كاع بان شكون هو الاب، وهذا السيد هذه السيده مثلا بحال الحاله اللي حنا فيها دابا ولدات كاين الدري واعترف وعطى التزام انه هو باه، ديك الساعه ممكن يدار الاسم ديالو. ايه حطه في حال المدنيه ديالو، غادي يولي ولده بدون عقد. لا بدون عقد
غادي يدير فيه الاقرار وغادي يدير فيه ثبوت النسب وغادي ياخذوا ولده يتسجل في الحاله المدنيه. اما الا ما بغاش الراجل ما بغاش يقر راه ما يمكنش ديك الساعه. هنا في هذه الحاله كاينه حاجه اخرى، انه حتى في النفقه ما هو غير ملزم بانه ينفق على ذاك الابن. لا 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 اعترف به، لا اعترف به واقر به وحطه في الحاله المدنيه ديالو ملزم باش ينفق عليه، لانك تقدر دير دعوه ديال النفقه عليه وخد ملزم باش ينفق عليه لانه حاطه معترف به كابن ديالو. هادشي اللي اما الا ما بغاش يقر به واعترف به راه يمكن ديرو هي في الحاله المدنيه ديال وحده، دير حاله مدنيه بوحده وكتشوف الاطراف ديال العائله ديالها شنو غيعطيهم بها والعائله ديالها يكتبوا ليها بانهم باغيين يعطيو هاد الاسم العائلي لهاد، خاصة ضروري باش ترفق بهذاك الشيء مع ديك الجلبه ديال اللي دايره والدفتر الصحي كيتكتب سميتها باسم ديال العائله ديالها. كتكون دعوه على حكم في الاخير باش كياخذ الاسم. معلوم كتاخذ الاسم، كتكون دعوه ديال التسجيل في الحاله المدنيه وان والديها قالوا عطاوها الصفه باش تحطو في الحاله المدنيه بسميتهم. اما الا كانت العائله ما وافقاتش على باش تحط ذاك الدري في الاسم ديال العائله ديالها غير ملزمه، ديك الساعه كتكتب الام كتحط ولدها في الحاله المدنيه وكيعطيو اسم خاص غير معروف اكس. بقى عندي سؤال اخير استاذه كيخص هذا الاجراء القانوني دار السيد قاضي التحقيق، واش هذا الجواب غادي يقدر يكون عنده هو بطبيعه الحال قبل ما يحيل الملف للقضاء الجالس يعني تياخذ هذا القرار، ولا ممكن انه تخرج الخبره وهو كمل المسطره ديالو كمل التقرير النهائي حاله القضاء الحكم بطبيعه الحال وغادي يمدوا هذه الاضافه ها هو الابن ديال واش هو الان غادي يكون يعني قبل ولا مو ولا خصت الجلسه؟ لا غادي يكون قبل، لان قاضي التحقيق شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو هذا اجراء خبره، هذه اجراء خبره تقنيه، اجراء خبره جينيه، هذا هو الدور ديال قاضي التحقيق. يعني تخرج القرار النهائي عن قاضي التحقيق عادي يمكن يجمع الملف يعطي تقرير. غتكون عندنا الخبره، ما غتكون خدمه خبره غنطلع عليها عند السيد قاضي التحقيق غنعرف الولد ديال من، ديك الساعه غادي يعرضوا عليه يقول لي الا كنت تبغى قربيه غادي قربيه هو ما بغاش راه غير ملزم. استاذ شكرا لك، عطيتينا مجموعه من النقط القانونيه في الموضوع. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الاستاذه زينب تناولت معنا الشق الاجتماعي اللي كيتعلق بجمعيه انصاف اللي دارت مجهود كبير صراحه ومتمكنات انه قدم اضافه لسناء، وكذلك الجانب الثاني اللي هو الاطار القانوني اللي تكلمت عليه الاستاذه فيما يخص الاجراء القانوني اللي دار السيد قاضي التحقيق من اجل معرفه من هو اب ريان اللي هو الابن ديال سناء. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص هذه القضيه. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.